الانتخابات اللي جاء من أعضاء الملف عن الأمين الوطني للمنازعات تواطأ مع مفتش الوظيفة العمومية بالمصادقة على الملف الانتخابات بالرغم أننا طعنا في مصداقية انتخابات لجان متساوية الأعمار. كاين ملف السكنات الوظيفية اللي هو يشهد تعدي صارف من طرف السيد مدير التربية. قلنا وهذا يدخل ضمن الانفراد بكبرى القرار. هذه تقريبا باختصار. طيب بيها. شكرا. السلام عليكم. أزيك اليوم. يعني هو أنا كمكتب ورائي جديد وانتخب اليوم اثنين في برلين. لدينا مشكلة بين أستاذات من ابتدائية نددنا بتعسفات المديرة وعون ما قبل تشغيل وحارس ونبدأ الأستاذات المديرة تطلبات إلى مدير التربية شكاوي ومدير التربية متهرجش مما دفع بالأستاذات الفاهم النظامي يبحث بإشعار بالدخول في حركة احتجاجية وهي الإغراق. وتأثر بكشف الإغراق عيدهم لتقدس أجمع سماع بعضها نسيبهم. دونك لتقدس صمري عيدت الفرع النقابي تفاجأ معهم مع المديرة يتوصلوا أنه العون من قبل تشغيل والحارس يحولون سمعنا من بعد ما كاين والو الشيخ الذي دفع به الاستاذات الى الدخول في حركه احتجاجيه بعدم صدق قط الفصل الاول مدير التربيه يوم 27 ديسمبر يبعث تقرير الى الوزاره يطلب جلسه لجنه التحقيق تجي اللجنه الجزائريه في 10 جانبي كان أربع أستاذات اللجنة سمعت إلى أستاذتين الثالثة هي اللي طلبت بها يسمعوها والرابعة ما سمعوهاش الأستاذات تقدمنا النقاط في الإدارة يوم 14 حيث أن المدير التربية يجمد من حد تحسين أداء التربية احنا كمكتب جديد كي انتخبنا في الدوفيفالي لو 16 دينالو طلب مقابلة ومن بعد ما رجعناش لبسنا فرحنا شفناه عطانا ما قلنا له لازم تطبق قوانين الجمهورية القوانين تحترم الثقافة القانونية يوم 7 مارس عشية الاحتفال بعيد المرأة تم وثور أربع أستاذات أمام مجلس تأديبي في الوقت الذي مدير التربية يكرم موظفات القطاع بمديرية التربية في نفس الوقت على الثالثة زوال وفي ذلك الوقت كان اعتصام لأعضاء المجلس الولائي أمام مديرية التربية في المجلس التأديبي الأخطاء المنسوبة للأستاذات أخطاء ليس لها مبررات بدون تقارير مبررة كسر المجلس التأديبي الانتخاب وقع الانتخاب خرج 5 أصوات والمات 14 من المرسومة 12 جول إذا وقع الانتخاب فإنه يكون اختراس سري ويشارك في جميع أعضاء اللجنة وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ما عدا في حالة الانضباط أين تكون العقوبة المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة رئيس اللجنة يرجح ويصل إلى عقوبة النقل الإجباري تبقى للمادة 180 من أمر ياسر فلاس الفصل. إحنا كنقابة اجتمع المجلس الولائي طلبنا منه طلب الالتزام بنصوص تنظيمية والشرعية ما رجعناش مرة سنة ونذكر بلي في يوم 7 مارس
دينا لوزوج طلب طلب بعقد جلسة عمل وطلب ترخيص الدخول إلى مؤسسة التربوية نرجع لش. بعد قراءة تقارير الجمعية لعمال ذاك مجلس الولائي المعقد في 12 مارس قرر الدخول في حركة احتجاجية بعدم تسليم نقاط الفصل الثاني. ما سلمناش نقاط الفصل الثاني. وكان الجانب الإداري ودير التربية يجمد من حد تحسين أداء التربوي. كما سيستعمل جوا الأستاذ اللي تبعك احنا قلنا له كرامة الأستاذ خط أحمر. في يوم 26 مارس قلنا له طلب واحد آخر طلب عقد جلسة عمل كتذكير وطلب عقد اجتماعات لجنة تنظيمية بمؤسسة بالمقاطعات. يوم 31 مارس كيدير الحالة التنظيمية يعني تختلفون للريسبسيون يقولوا نقولوا صحابك بس تطلعوا بعد التشاور بين أعضاء المكتب بعد ما يجيش على الحجة بين أفضل حوار عن الليل يتهرب ويتعسف في استعمال السلطة لا يحتكم بالنصوص والقوانين. في يوم 16 أبريل بعثنا له رسالة قلنا طلب إفادته بالانشغالات الفردية والجماعية. رجعنا له مراسلة أخرى في يوم 21 رجع من مراسلة يقول لي ادوا لي قطع مدينة مدينة قطع. تبتم في يوم 24 بعثنا ترخيص دخول المؤسسة التربوية يزيد به شروط غير قانونية. من بين الشروط أن المنسق الولائي يطلب من مدير المؤسسة 48 ساعة كتابيا بلي يعلم مدير المؤسسة 48 ساعة كتابيا. يزيد دونك في الترخيص كاين شروط غير قانونية. في يوم 28 دونك نذكر اليوم 9 فبراير درنا اجتماع اعتصام امام المديريه اعتصام ثاني للاساتذه. البارح درنا اعتصام امام الولايه والعشيه تلاقينا مع مدير الطبيب في جلسه امن رسميه من 5 مساء الى 6:15 صباحا 13 ساعه اسفرت اللجنه اسفرت الاجتماع عن لا شيء. دائما يتاسف هذه هو القضية تاع الأولى. احنا ما نطلبوش من المجلس الوطني يتدخل ولا هذا إعلام الولاية راهي واقفة كي السفر الوطني معكم. ميرسي. من داي خرب وردي بن يخفيس طول نظري سليكي سنسيك قرب ما يدي بابيس بين قاتي دين قلب بس مرنا فودي يسمس اسمع وانا ذي يبدل كنان الحودي السوقي صغير الخوجة مشراح بين فيهين أمي بوجلات والد يبكون ثبوت بين فين صبغي ضط الطف ضل خيض شنفر وتكوت بعدي شاوي داتيني ضاغ الصق مضفين الدرت انتقد كان غدتيني ضكن الرم يزهف ثمور فغيار الخوجة مشطاح بين فين ساعة كثير مثل نسقى الخوص شرام أنا فين وريد قوى يضور دير الوي خص ثوايام ولا شد الخير مفصولة ثني دنا وسيا وسيا يسمار دن بنور في حولا غيص جملة كان مغيار الخوجة مشطاح
رسمت نوغل بين فيم نلحو كانو نظرين التباب خيال تساقد الغضب نصغر ويد غير رمد المل لغنى ذاق شني من سيم غد الجن ثرغيال الحوال غياب الخوجة مشطاع ساقوذن زكران سفنا يلي يبقو هين فيم نحملن زكري واسفنا يتساو تجور زيزي كين سنان السفن سناتي وغربان تكذب أورن يتساوي ثواضو مش لي ما كل ساني لي مغيار الخوجة مش راح هين فيم غاسور نخص بوالدن نخص والين بين فيم غاسد فاول ذات ما ذني تجمة ملمين ركواوك السردوس اول نثبان اغدم زم ثروين غادي تذكر باول نول كريك عززنا فربي مغيار الخوجة مشطاح سوال انداك وروح النخض هضور سلقيس بين فيم نوبات ديالك بوك من كروذ الهلاكيس نتساول مبليس غار النور يعقل حد تقصيميس بغدي تلقى ربي ونلول نكريس ديك نور يومي صغير الخوجة مشطاح بين فيم ما يلا نغول أحد يكنسيا كيف كيف أنا فيم يمغي النغمة يتجوج يدي قبل توريف ما يلا الصابة تبان الدينة قزن مكرس النف أنت في اللامن تقصد داوي ذي زوزوف نلحيث غيار الخوجة مشطاح زيزيك يغدي صح شرا من قبل ثلاث أنا فيم زيزيك نفرقين بغاور يدي القماس ياش قرنك ذي لفتنا صحي دايس باغي ناس هذي عيا الهام ثورة ما كنتش ما تدم ما يناس غياب الخوجة مشطاح جاني يا جيد من مولا ونتشوران بين فيم نصبر طيف كم بيت لو فاغل أرمين وظن هاول دي جرنان نهتا ما تسكر وليم وظن الله الحدى يثنى ما زيد أغدي الصوض النغيار الخوجة مشطاح يجرنين مهتا من تسكر والهم وثن والله الحدى يثنى ما تزيد غدي الصوضى من غياب الخوجة مشطاح
نوتم لا